خدني على بلادي. صفو لك. تعلمت الموسيقى بمعاهد خاصة بدمشق مع وجودي لهنيك بسبب دراستي. قررت السفر إلى فرنسا، بس لما أجيت لهون على أساس أنه أبقى فترة معينة وروح، فلقيت أنه المدينة بحاجة، فقررت أني أبقى هون وأعمل بلا مقابل كرمال الناس الموجودة بالرقة بهاي المدينة. كان بيتنا عتيق. مع عودة المركز الثقافي في الرقة إلى العمل كانت البداية، وبمساعدة من مبادرات فردية للأهالي في المنطقة رجع صدى اللحن من جديد بكوادر متواضعة العدد وهمة تكفي لنشر الموسيقى وثقافتها بدلاً من ثقافة العنف والقتل. بلكي بكرة تتحقق أمانينا، كل طيور السماء. حاليا انا مستلم قسم الموسيقى، في ناس بتحب اغاني وطنيه مثلا، في ناس تحب اغاني رومانسيه، في ناس تحب يعني حسب ما يريدون هم يعني. احنا مع الطالب اللي هو اللي يحب الاغاني اللي بده اياها. نعم. خدني على بلادي. في عندنا فرق للاطفال عم تتدرب وكثر العدد، اعتقد يتجاوز 30 هلا قريبا ان شاء الله. بالاسبوع القادم عندنا امسيه موسيقيه رائعه راح تكون لسردار، وكل اسبوع ان شاء الله في عندنا شيء ترفيهي للزوار المركز.